السلام عليكم وأسعد الله مساكم. عرفت ولاية برج باريريج في الساعة الأخيرة حادث مرور خطير وغريب أدهش مستعملي الطريق. وقبل الخوض في التفاصيل يرجى متابعة الفيديو للأخير. عرف طريق الولاية رقم 1 والرابط بين بلديتي العش وحمام الضلع حادث مرور خطير، ونشر ناشطون صور للسيارة والتي بدت وكأنها سقطت من السماء، أين عثر على أحد ركابها وهو جثة هامدة، كما أصيب 3 آخرون إصابة متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى. ودعت مصالح الدرك الوطني كل مستعملي الطريق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واحترام إشارات المرور.